ترأس اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا لمجلس الحكومة خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن استراتيجية تنمية عدة قطاعات، وكذا تحديد النصوص الخاصة بمنح الصفقات المتعلقة بالمشاريع عن طريق التراضي البسيط. وبالمناسبة ذكر الوزير الأول أعضاء الحكومة بالتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في اجتماع الحكومة بالولاة والرمية إلى ضرورة تحقيق تنمية وطنية متوازنة والحد من الفوارق الاجتماعية باعتماد مخطط استعجالي لصالح سكان المناطق النائية والمعزولة. وبهدف تحقيق المخطط الاستعجالي أسدى الوزير الأول تعليمات لوزراء القطاعات المعنية للشروع في إحصاء مناطق الظل بهدف الوصول إلى خريطة واضحة المعالم لمجمل التراب الوطني مع تحديد الاحتياجات والأولويات في قطاع النقل، الطرقات، المطاعم المدرسية والتغطية الصحية والماء والصرف الصحي والكهرباء والغاز.